السلام عليكم خوتي خواتاتي اللي في المغرب واللي برا على المغرب. انا كيف دابا كتعرفوني بوشرى اللي كنت مريضه واللي كان عندي داك المرض الاولاني، راه كنت عاودت لكم عليه ديال الكرشي. ودابا كاينه مني مرضت برجليا، شتو الحاله الاولى كيف كنت جريت وجاريت في ميريزكو ما كاين والو، الدوسي خرج الدوسي الاولاني والثاني، وفاش يديروا التقرير ويشدوني ما خدا من عند التليفون من عند امي، وقلها تنعيط عليك. امي جرات من هنا وجرات من هنايا، حتى حاجه اللي مشات عندهم تقول لهم تجيو باش تكرطوا عرجل تشوفوا لي عرجل بنتي، يقولوا لي لا خاصها تجي هنايا عندنا وتتبع، وغالي عليهم. ملي تقوم ما شدونيش كنمشي بعشرين بعشرة وبقاو يلوحوا فينا. فكرين الناس كيفاش وصلتي لهاد الحاله؟ شنو من الاول؟ الاول اخويا كنت عاودت لكم على كرشي، كنت كناخد هذاك الدواء ديال الغلظ، ومع المده هو ماشي زعما هو كيدير مباشره هكاك، كيدير اعراض يعني على 15 عام انا كنت كناخذو الاعراض ديالو. شنو هما يا ملي كانت عندك 15 عام؟ لا 15 سنه ملي كنتي واخدي كناخذو ديال الحساسيه. ومني خديتو بقيت كناخذ فيه، ماشي غلطني داك الغلط غير كينفخ. مني بغيت نحيدو يعني صافي عادي كنحس بشي اعراض انا ما قدرتش عليهم، يعني مرخيه وانا خدامه مرخيه كناعسه الحكه، قلت انا يا حبه وحده ما دات ما جابت، بقيت كناخذو. تزوجت وتفارقت مع راجلي، غير فراق غير هكايا، بغير باقا مزوجه بيه ماشي مطلقين. كنخدم شويه ضرتني ماشي ضرتني، بدات كتخرج كرشي الانتفاخ، نفخت يعني لا 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 فيزيكمو يعني الهيئه ما بقاتش قابله بانني نكون يعني بحال كوميرسيال ولا هذاك الخدمه ديالتي. صافي ما بقيتش خدمت، وليت عييت. يعني عندي ولدي كنت كنصوب البغرير ونسمن، وبابا باقي حي خوتي ما غاديش يرضاو، وانا عندي ولدي ونباعد على دارنا بعيده ونبيعو كنصوب كرواسه امي وهداك الشيء في راسهم. صافي على با ما غاديش يبغي، وتوايا المدخول ديالو كان يا درت كاف ما نقولش لي عطيني نشري لولدي عطيني المدرسه هادي. شويه وليت نبيع ساني كروا كنصوبو راسي، كنخدمو برودوي شيميك راسي، نتقدس لها ماتيغ برومي ديالو ونصوبو وكنمشي نبيعو، نبيع 20 حبه حتى 25 حبه ب 10 دراهم. كانت الحمد لله معمر كروسه ديال الخضره ونبقى خدامه من الصباح حتى العشيه، مدخول زوين. ولدي كنت مدخلها بهذاك ساني كروا اخويا مدرسه ديال الفلوس ب 14000 ريال وصافي. وشويه انا نفسي خايبه قبل ما نبني هذا الشيء، بقيت كانت عندنا السده هنايا وهذاك الشيء غير بالكرياج نهز المحبق ثقيل ونخدم. بدا هو هذاك الفانيد كيرقق الجلده، بدا يخرج الفضق من البوط مباشره يعني بحال سكلد رجليا ميم با يعني واحد اش غنقول لك اخويا، ما كملش شهر شهرين كلشي بدات كتنفخ، ولكن ماشي كيف هاد النفاخ، نفاخ متصول ماشي معزول. مشيت واحد الطبيب الله يكثر خيره هنايا سوري وعايش عندنا في المغرب، شايف الحاله ديالي والحاله ديال ولدي وانني كيعرفني بانني انسانه يعني مكافحه، قال لي ولدك يبقى ندوز ليه حتى يولي عنده السن الرشد السن القانوني فابور، وكنمشي انا كيدوز لي الله يكثر خيره. مشيت لدرجه انه ما بقاش يقدر يشوف لي كرشي، كيقول لي ما نقدرش نشوف لك كرشك. صافي هذاك الاعراض الفضق بدا يخرج، الاولى الجلده الاولاني كان متصول كرشي، الثانيه مشات، الثالثه بقات غير جلده وحده. صافي من تمايا بقيت تاني مشيت تاني المحسنين، جاو شي اخوان داو معايا وجاو المحسنين، بقيت كنشري الدوايات تبعت في ميريزكو اللي عاونوني الناس، شراو ليا موطور ديال 3 الرويد، مابقيتش كنتحرك بزاف كنتحرك غير بالموطور ونبيع ونشري. مشيت لعند الطبيب اطباء وداكشي قالوا لي خصك تعالجي بعد الغده الكظريه لحقاش عندك مشكله ديال العمليه البنج، الا دخلتي تبنجي ما تنوضيش. شحال ديال الوقت وانت كتعاني بالمشكل ديال الكرش؟ كرشي اخويا من 2017
كنت خدمت خادمه بيوت في السعوديه، داكشي زاد عليا. كنت هذاك الفاني تبرلت نشرب حبه، كنشرب ربعه الحبات حتى ست الحبات. انا لدرجه انا ملي تقاد لي ديت معايا واحد الكميه تقاد لي، عيطت لامي قلت لها صيفطي ليا، ما صابتش يوبا كيفاش يصيفطوه ليا. مرات شديت الفراش في السعوديه، امي عيطت ليهم قالت لهم صيفطوا ليا بنتي، قالوا لي هلا صيفط لينا الفلوس. قالت لهم نتوما ما عطي ما خلصتوناش. قالوا ليها هذيك المراه، قالت لها احنا شريناها وبقاو خليني تمايا في هذاك القصر الفوق في السطح شويه بحال خافوا. وكانت عندهم بنتهم ديجا مريضه بهذاك المرض ديال الكروتيزول خصو يتحيد من الجسم. داوني لواحد العياده مصحه كبيره مع عسكريه، مع كان راجلها خدام مرا كبيره لاباس عليهم. داوني داروا لي التحاليل، لقاو ما انني ما عندي حتى شي مرض جلدي ولا شي حاجه معديه. هما هذاك العلاج كيسموه العلاج السحري في السعوديه، لقاو البديل ديالو جابوه لي وليت ناخذو باش ما نطيحش في هذيك الحاله ديال الخمول. مؤخرا الرجل ديالك؟ مؤخرا اخويا باركة، انا عارفه كانت واحد الجرحه مع الطواليط عندي، باقي هادشي ما فينيش فيها داك الحروشيه والطواليط دايرين صغيره. كنجلس مني النوضه كنوض كنتحك تحك ليا كرشي مع ديك الحروشيه. كل مره دارت الجلده برات، ولكن دارت من هذيك الجلده اللي كدار بحال الدم بحال. انا مع كنكحب وكيزاد هذاك الشيء، نط الطواليط على رجليا دايره عكاز، نط الطواليط كحبت ما رديتش البال. الجلده واقيلا طق على الجلده الجرحه، ماشي كرشي اللي تفرقعات. دابا انا كنرد البال، ما يمكنش يكون كرشي تفرقعات غيخرج داكشي المصاران ولا الجلده تجرحت مع ديك الكحبه. مع نمشي للبيت جلست داكشي كيبان لي الدم كيدوز دم 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 دم. صافي عيطت لامي، عيطت لامي طلعت شافت الدم، دارت لي ليكوش عليا. معانا قبل ما نمرض برجليا كندير ليكوش، ما كنشدش، انا غصايقه في الموطور وهاز معايا ليكوش. لا حياء في الدين، فما نبغي نبدل وداك الشيء كندخل الطواليط واخا تكون ديال الرجاله، نرتاح نجلس فيها مع كندور نبيع كيعرفوني كندير كل سيمانه حي. المهم قلت لك كحبت ويدوز الدم. صافي جات امي قالت لي نديك، قلت لها امي صافي الدم تحبس صافي. انا علاش كنقول لها صافي ما كاينش فلوس، لا امي نصف شحال غديك اخويا وتجيبك تمشيو. انا عارفه قلت لها امي صافي راهي مجروحه. الغد ليه ثاني رجليا بدات كتنفخ، الغد ليه ديال الكرشي تتنفخ. قالت لي بوشرى وتي رجليك، قلت لها امي، قالت لي يلاه يلاه. مشينا بعدا على كرشي شدينا لومبيناس، جري جري دخلوها دير الاكسجين. يا فعلا كان عندي الاكسجين ناقص ديال الريه كان 64. يلا قالت لي اختي البارح جات عندي، قلت لها الاكسجين ها هو دابا راه عندي 90 مزيان 84. قالت لي لا راه منك يلا هديناك كان عندك 64 كان ناقص. ايوا خويا قلت لك هذيك الساعه النوبه الاولى كنجريو على كرشي. داروا لي الاكسجين، عاودوا داروا لي السكانير هذيك الساعه هذاك النهار، عاودوا داروا لي تحليله، عاودوا قالوا ليها خاصها تمشي دير واحد الورق واحد التحليله اخرى ديال برا. صافي وداروا لي واحد الراديو قالت لك العروقه مزيانين، الاكسجين تقاد، السكانير قال لك عندك الرئه الريه كيقولوا لك مشمعه هما بهذا الشيء ديال كندخل نقرا عليه اللمفاويه فيها بحال خدوش. كان عطاتك اثار رجليك؟ الغد ليه جيت بدات كتنفخ، غنفخ عادي نفخ بلا والو، وكنحس الا عفست بحال عفست على ما كنقول امي ديري لي امي فراشه بحال عفست على الماء. هو قول الماء بدا يتكون لتحت او بارده، دابا نيت بارده خويا بحال دايره في الثلج الماء بحال ما بقاش بحال. المهم عفست على الماء، ولكن كان كتجي امي كنوقف على الطابله لداخل، كانت نوقف عليها باش كندير تغسل ليا وندير لي كوش. ثاني الغد لي وهي طلعت هي والجيران قالوا لي، قالت لهم راه ما بغاتش تمشي ليا، قالوا لي لا، قالت لي لا يلاه. قلت لها راه ما خرجت امي، قلت لها راه ما عندهاش الفلوس. قالت لي راه نجمعوا ليها، جمعوا ليها عطاوها الفلوس. طلعوا الدراري باش كيهزوني، هزوني من هنايا
كيديروها من هنا ومن هنا باش كيديروني في البياص وكيهبطوا البياص لتحت. لا بينات كتحرك رجليا كنتغوت الالام. ربي خلقني مشيت ثاني يضرب فيا من هنا يضرب من هنا يضرب من هنا. هي فاش حكا داروا لي الراديو على العروق ديال رجلي قالوا لك ما عندها والو. كنقول لهم ها العاري شوفني عاش شي طبيب، ها العاري شوفني عطيني هي الكالم باش نتكالمه نغوت. ربي خلقني والو. حتى داك مولا بيناص عمرك شي طبيب حنا نجيبوه، جبناه لبرا، جيت ماشي برا 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 ديال الباب برا باش جدو شاف لي رجليا. حنا جبناه خرج عندنا شاف لي رجلي. عرفتي مني قال لي بدا يكتب لي في الدواء بحال قلتي لي جاب لي شي 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 كادو ما عرفت كي داير. عطاني البراوات ديال الدوره الدمويه باش يدور الدم، عطاني لونتيبيوتيك بالحق ماشي هذا، عطاني لا ماشي واحد ماركه، عطاني ماركه اخرى، وعطاني فانيد كيكالمي وفانيد كينعس. خدينا هذاك الدواء جينا كنستعمل هذاك الشيء، وقال لي خصك ديري هاد الراديو ولا ما عرفت سكانير هذاك. جي شحال ديال الوقت فاش بدات المشكل ديال رجلك؟ دابا غتكون شي شهر شهر بحال هكا شهر. مشينا كيف دايره دابا الرجل بارابور من نهار بديتي نبلو ولا تنب منبله؟ دابا داكشي بحال بدا يكرم رجلي، بدات كتكرم بهذا المفهوم. ما كنبغيش انا نقولها قدامي، رجلي بدات كتكرم. شي اخويا الا شديتي شي غرس وقطعتي عليه الماء اش غيطرى ليه؟ دابا رجليا صباعي كنحركهم، ولكن دابا ها انت دابا راه محاوله نحرك فيهم. من هنا رجليا بدات كتكرم، يعني نقدر نزيدو شهر اخرى. الله يحضر السلامه ولا كتبت عليا خويا راه ما عندنا ما نديرو غتقطع رجلي غادي يطلع هذاك الشيء. حد هنا راه ما كنحس ولكن ماشي. انت الا ضربتي كويا غتسمع طق امي غتسمع بحال الحجر. سبق الناس يعني صورنا معاك وعاد باش ولكن كنتي نتعاونوا معاك في البراوات اللهم لك الحمد. الله ماشي في البراوات صيفطوا ليا فلوس باش كتشري ليا امي ليكوش، باش كتشري ليا البراوات، باش كتشري ليا حتى هذيك الاكل ديالي. يعني لحقاتش ماشي بحالهم، يعني خصك بخصوص انت ساكنه بوحدك. الاكل ديالي ماشي بحالهم همايا، وامي ما كتقدرش تبقى تخرج. وكيف عرفتي المراه الى ارمله وعندها سياتيك، والبارح مسكينه طاحت راه مضروبه كلها في نيفه، والبارح يلا دارت عمليه على رجليها ديال لاكوت الصباع دخلت خشى ليها في الضفر. انا كنقول لها عالجي راسك عالجي راسك امي، راه الا خطيتيني راه بقيت خلا هنايا. دابا 4 ايام ما خديتش البراوات ديال علاش ما خديتهمش؟ ما بقاوش عندي الفلوس حتى من كودو لي بران. واخا الالم كيكون عندي ما كان كنت كايس كنقول حتى وكان يكون مجهد بزاف. ليكوش هانتوما يا ليكوش ها هو يا كاع قسمتهم. قلتي لي شرحي لينا شرحي للناس كيفاش قلتي لي كتقسمي ليكوش؟ كنت كندير ليكوش كانوا كتجيب لي امي مني كنبغي نقضي حاجه، ماشي كنديرهم باش ما نخسرهمش. مني كان بحال غادي للطواليت مني غنبغي نقضي حاجه كنبقى نتقلب ونركب ليكوش صافي ونعاود نحيدهم. دابا مني كتشتهم كبارين كندير بيبي كنقسمها على جوج هكايا بحال الا عندي ريعي حاجه خفيفه كندير هادي الصغيره اللي مقسومه باش ما نضيعش ليكوش. ومني كنسميتو كندير الاخرى الكبيره باش ما نعمرش نعمرش حتى من المانطا عمرت لي قسمتها قطعتها بالمقص. ما كنلقاش كندير نبدل والمانط خاصني هذوك الخفاف فهمتي فبلي كتجيك ساهله. هادو تقالين مني عمرات قد دخلت امي قبيله قالت لي يا بنتي راه كارمه في هذاك الشيء وعاطيه الريحه بزاف. هذا باش قطعناها بالمقص قطعنا هذيك بالمقص وانا حمد ربي وشاكره وكنشكر كاع الناس اللي كيعاونني بالدواء واللي كيعاونني بالبلاوات واللي كيعاونني بالدعوات. وهذا شهر المبارك بغيت ربي حتى امي يسهل عليهم. وتا انا يا لا البارح راني قلت لامي قلت لامي انا نص المرض ديالي هو العصب. عرفتي البارح حتى وصلت للارض بغيت نقف صافي كتبان لي شحال من حال حتى من رجليا وليت خايفه من الطوبه تدخل. راه مكوله ليا رجليا بالطوبه كايله ليا رجلي جوج مرات كايله ليا صباعي الكبير ماشي عضاني كون كانت عضاني هكا مشات دات ليا اللحم خلات ليا العصبه
جبت الله جل بغيت يسد لي الطقابي. قال لي واخا واخا دابا معاه. قال لي والفلوس من الفلوس. قلت له عاجي عاجي ويح الله. قال لي واخا واخا ومشى. باقي الطقابي هنايا قوبين خبت غندخل. خرجنا الاولى اللي عضتني قد كاي قتلات امي كبيره. عرفت اخويا راه زعما كاينه راه حفظني الله خلات هذاك العصبه بحال هذا الشكل. كاينه واحد العصبه شاده من راس ديال الضفر حتى لهنا في هذا الرجل فهاد الصبع وكلات لي هنا. لا في الاخر ما حيدت ما عرفنا كاينه حيدت الماكله وكان باقي هذاك الشيء حمر ماشي كحل بحال خامجه. عرفتي خلات لي العصبه بحال هكايا هكا قد هادي شاده من الراس ديال الضفر حتى لهنا. هذا النهار الاول ومع باقي الرجل ما كنحسش بها. كنسحب هذوك الفقاعات ديال الماء تفرقعوا ويزيد لي الغد لي اخويا رجل الصبع الصغير ما شاء الله. انا راضيه بحكم الله اخويا اللهم لك الحمد. انا بغيت كي قلت لك نص العلاج ديالي تاع العصاب. البارح وصلت رجلي تاع الارض جبت العكاز ما قدرتش هذاك بغيت غير نوض بغيت نتحرك ما قدرتش. دابا من الصباح وانا حاطه الماتيريال باش نبدل معاك حتى تبدل كنبدل على راسي فاصمه الضوء. سمعنا يعني شي ناس كيقولوا بلي راه دخل شي محسن على الخط وتكلف لك بالحاله الصحيه لا لا خويا بالسيف تنقص كاع ما بقاوش الناس يعيطوا علينا بزاف. وديك السيده الله يجازيها بخير كانت مكلفه كتكلف مع الناس وداك الشيء وتجيب لي الدواء تجيب لي البراوات مشات للعمره الله يكمل عليها مشات للعمره. واللي كيجي بعض المرات بحال دابا كتصيفط لي وحده مني الصباح درت قطعت لي كوش ويتصيفط لي واحد الباكيه فيها ما عرفتش سته مقرا كشتيها محلوله مع امها حتى هي كدير لي كوش كيصيفطهم ليها اخوها من برا. صيفطت لي سته وانا سته ما كانت كتكملش لي حتى نص نهار. مع الدواء كندير الماء بزاف رجلي لدرجه رجلي دابا ولات بحال هكا رجلي كلها قد هكا واللحم داير بحال هكا مدلدل. هذاك السموم كيخرجوا بزاف. قالت لي امي بزاف باكيه ديال لي كوش ما كتكملش ليا. الرساله ديالك للمحسنين ونعاود نطلبهم ونقول لهم الله يرحم لكم الوالدين في هذا الشهر المبارك. شوفوا من حالي انا حقا راضيه بحكم الله انا راضيه بحكم الله ولكن اخوتي راني عيت عيت وطبت وعندي وليد انا بغيت نوض لي انا بغيت في الشهر رمضان قلت لامي شي يكون عيش شويه نتحرك نقدر غنزل نمشي للجامع نصلي انا بغيت غير نفطر معاهم. انا ديما هنايا انا بتعدو في الدار واخا ما نقدرش نجلس تما حقاش عندي واحد الحاله يعني كنبقى نطلع يعني حتى واحد ما غيستحملني. عندي حقاش عندي خوتي عندي اختي يعني ولدي ما يستحملوش هذيك كنبقى نطلع ونتوجع بالليل ما نخليهمش ينعسوا. انا حمد الله بهاد البلاصه الحمد لله. الرساله ديالي الا كاين شي واحد تكلم بيا على رجليا ما كنقدرش في الليل ما كنعرفش نلبجر هاي تعالجوا لي رجلي. درت تحليله ديال السكر جبنا السيده لهنايا والبارح تما فين كملوا الفلوس. انا درت تحاليل ديال السكر قالوا ديال لاغوت وديال الكلاوي. السكر لقيناه سبعة يعني كاين شويه ومع الدوره خاصني نحيد السكر خزان لحقاتش ميريزكو داروا لي التحليله فاش يديروا لي الخزان وانا الناس كاع قالوا لي راه عندك داروا لي التحليله ديال السكر وقالوا لي ما عندكش والخزان والخزان عندي سبعة فيه وهما قالوا لي لا. انا دابا راه من هذيك شريته من الفلوس الاولين راهي ديال السكر هاي الشيخ الريشه ديالها سالت لي شريته ب 3000 ريال ديال السكر كنعبروا. دابا باغا شي واحد يتكلف بيا يدير اجر فيا ورمضان هذا على رجليا وانا ما كنقدرش شي كون جاتني في اي بلاصه ما تجينيش برجلي. الله يكثر خيركم اخوتي